35,000 عام. احنا صار لنا 3 ايام سنين العالم كظاهر في سبيل وسطة الحكومه، الشهادات العليا ايش صار لهم؟ عذابنا تفشل، راح ننطلق بمسيرة محتصمين واضراب عن الدوام امام التربية الديوانية. اليوم رسالتنا اليوم واضحة وصريحة الى مجلس الوزراء، اليوم الى وزير التربية، اليوم الى كل المسؤولين، خلي يشوفونا، الى كل المحافظين، كل مسؤول بالدولة. اليوم نريد يسمع رسالتنا ونوصل صوتنا. يا اخوان الجميع يعلم انه احنا اليوم كل العالم، كل بلدان العالم بنت بالتربية والتعليم الا بالعراق. احنا نقول اليوم مع كل الاسف، اليوم المدرس والمعلم مو مكان اليوم اللي يقعد بالشارع ويحتصم ويتظاهر. احنا المفروض قاعدين بمدارسنا وقاعدين ببيوتنا ويجينا حقنا، بس احنا اللي تعبنا وضحينا صرنا 10 سنوات بالمجان، حاضرنا في محاضر معاد الديوان من 2012 لحد الان احنا مجانيين، وبالتالي حولنا على قرار 130 وبعدها تظاهرنا واحتصمنا حولنا قرار 315، وهسه نريد حقنا، جينا نريد التثبيت. ما من المعقول احنا اليوم باقين على قرار 315 يوميه تهميش، يوميه انت ما لك اي حقوق، لا زوجه لا اطفال لا اي شيء، انت مختصر، انت لك مقطوعه راتب ينطوك 420. احنا اليوم بالنسبه لنا رسالتنا لمجلس الوزراء نقول احنا اليوم كمحاضرين الديوانيه اليوم ومحاضرين العراق عموما وبالاخص الديوانيه، اليوم احنا معتمدين اعتماد كامل على من مدارسنا وتربيتنا معتمده على المحاضرين. اول وحده اوجه الرساله لرئيس الوزراء، هو بيده السلطه التشريعيه كلها، شوكم خلى هاي الشباب يعني فارشه الارض وقاعده هاي لهم 4 ايام مدارس كوادر ما بيها، هم اعتمادهم كله على المحاضر. زين المحاضر منين جاك؟ لو انه جايك ايراني لو افغاني لو ما قدرته، هاي الشباب درست وتعبت تبقى بالشارع فارشه، يعني ما عيب عليك والله لو من عندك انت لا تصير حكومه وتستقيل، عيب على حكومه هيك شعبها بالذله مخلينا. يعني هاي تربويين مو جايبهم من الشوارع ولا جايبهم عمال من هاي تجيبها لجانب تشتغل هنا بالبصرة وتشتغل شو اسمه، تحسبونها كل واحد 30 ورقة بالشهر وشعبكم قاطع الجوع ظال بالذلة؟ يعني هاي مو ذلة، هاي عيب عليك والله لو من عندك تفر روحك لو تستقيل. انت رئيس وزراء، لو ما رئيس وزراء وبيدك السلطة كلها، ليش انت مخلي هاي الشباب هاي يعني هاي ما درست وما تعبت اهلها عليها؟ ليش وقت تريد تتهنى، تريد تتزوج، تريد تبني بيوت؟ يعني بس انتم حراميه. اليوم الوزاره الاولى بالعالم والوزاره بالعراق الاولى هي اليوم المفروض تكرم وليس تهمش. ما معقوله اليوم يصدر قرار من مجلس الوزراء كل الوزارات ياخذون استحقاقاتهم الا وزاره التربيه، ما معقوله، ماكو هيك كلام. اليوم الوزاره الاولى المفروض تكرم. اليوم الوزاره الاولى اليوم تكون لها الافضليه. فاليوم احنا قضيتنا ليست قضية محاضرين، خل كل انسان يباوع. نريد نوصل هاي الرسالة، نوصلها للشارع الديواني وللشارع العراقي. الرسالة نريد نوصلها اليوم احنا ليست قضية محاضرين، وانما قضية بناء بلد، بناء مجتمع. وزير التربية هاي مسؤوليتك. الكرسي مو قاعدة. مو قاعدة الكرسي، هاي حقوق عالم، ذمم عالم. انزل بالشارع، كون بالصف الأول، ارفع ايدك هيجي وقول يابا الوزارة مهمشة، الوزارة ما اعطوها استحقاقاتها الوزارية، هيجي احكي، خاطر تبرد ذمتك أمام رب العالمين، مو أمامنا بس أمام رب العالمين. ماكو واحد ما يحكي ويقول يابا المحاضرين مظلومين. ناس المحاضرين مظلومين يعني مع الأسف. إذا وزير قاعد على الكرسي، عمي انزل، هاي مهمة. المنصب ذمم عالم، أموال عالم المنصب، مهمة، مو المنصب إنه قاعدة كرسي. فأقول لك للمرة العاشرة، الكرسي ثابت الكرسي، بس القاعد على الكرسي متغير. إحنا خدمنا بلدنا 10 سنوات مجانا، نريد استحقاقاتنا الوزارية، هاي الدستور كتبها، اللي يكتب الدستور ينفذه، مو مجملني، لا مجملني ولا هاي. احنا كلنا متغيرين، باكر عقب الروح، بس اكو اجيال ورانا راح تصير. ارسم طريق للاجيال وراك. ما تدوم الدنيا، لا تدوم لاحد ولا هاي. فعليه كلامي موجه للوزير. الكرسي دايم، بس القاعد على الكرسي متغير. اليوم الدولة ما تباوعنا على هذا انسان، هذا مواطن خدم الدوله، هذا مواطن
تعب ضحى من اجل الدوله. احنا بسنوات اللي العمليه التربويه وقفت، مدارس فرغت، احنا فزعنا المدارس زين، ووقفنا العمليه التربويه وداومنا مجانا وخدمنا المدارس وقومناها. تروح للمدرسه زين، المشرف عليك شيخ، ولي امر الطالب عليك شيخ، مدير المدرسه عليك شيخ، كل هذا ب 300,000 دينار. 300,000 دينار على اشتراك لام للدرس، دفاتر للطلاب اكو ما عندهم، قسما بالله احنا نشتري لهم. اليوم احنا بمحافظه الديوانيه صارنا 3 ايام اصواتنا هاي بحد زين، وبالبرد وبالتراب وبالوسخ. محافظ ديوانيه هنا ولا تقول اكو ناس موجوده بالشارع، ولا تقول اكو احد يعني اكو فد مشكله هنا موجوده. مديريه التربيه يعني انتم مو اعضاء بهيئه الراي مال وزاره التربيه ولا؟ اليوم شنو اللي سويتوه صار 10 سنوات؟ يعني قاعدين بالكراسي فريضه انتم، اردفتهم مكتشفين الجاذبيه انتم، يعني ناس موجوده هاي اليوم احنا مسؤولين عنها مديريه التربيه زين. اني اروح للدرس لا رحله مال اوادم، لا صبوره مال اوادم، لا مكان نظيف للطالب محترم تقعد بيه. اليوم احنا مو ترى مو للشوارع يعني، مع احترام المشاهد زين، احنا ناس تربويين جايين نطالب حقنا، احنا محترمين النظام، لا طالعين مثلا مسيسين، لا طالعين نريد ناخذ مقاوله من عندكم، لا نريد ناخذ حصص، لا نريد نقعد مكانكم على الكرسي. احنا عندنا مطلب واضح وبسيط، يا اخي احنا قدمنا لكم خدمه سنوات طويله، هاي الخدمه 10 سنوات واكثر، بالمقابل احنا نريد حقنا خلاص. يعني انه كل واحد صار 30 سنه و40 سنه شو وقت يعني؟ احنا ضالين بس جسر هذا البلد، ايش حصلنا من عده؟ من تحتاج الدوله احنا اول الناس نفزع، بس احنا متى ما احتاجين الدوله نواجه بالقمع وبالهيروات وغيرها. ليش؟ احنا يعني جايين احنا نريد نقوم الدوله، احنا ناس دعاه يعني دوله، مو ناس احنا يعني اهم مطالبنا احنا نريد مثل ما تشوف اليوم احنا الناس خدمنا مثل ما قلت لك، مطالبنا التثبيت اسوى باقي الوزارات دون قيد او شرط زين. احنا كل واحد اليوم اذا يردون سنتين عقديه احنا مكملين سنتين عقديه، يردون احنا على اجزاء هاي الشيء مرفوض جمله وتفصيله. احنا خدمنا المدارس وكل المدارس محتاجه، روح شوف المدارس اليوم والله العظيم مدارس فارغه، وزير التربيه ولا كانه احنا نهمه ولا يمه ولا نخصه، شوف المدارس هاي فارغه الناس اللي تعبت زين. بداية طبعا تحية طيبة لقناتكم الكريمة وكل القنوات والإعلام الشريف المساند لقضيتنا والقضية الحقة هاي في بادئ الأمر. أنا أحب أن أركز على نقطتين أو أوجه رسالتين من هذا المنبر الشريف، وما أزيد على كلام أخواني وأصدقائي وزملائي اللي أثنوا وأسبوا بالكلام بخصوص المحاضرين، لأن قضية المحاضرين اليوم أصبحت قضية شارع واضحة ومعلومة لجميع فئات الشعب وجميع السياسيين. احنا على مر 5 سنوات جانا الظهر، فقضيتنا واضحه، ومعاناه المحاضر هي معاناه اي تربوي. القطاع التربوي اليوم يعاني من مآسي، واصبحت وزاره التربيه وزاره وللاسف بائسه. اسمع من ابنك، اسمع من اخوك الصغير، اسمع مني، انا جاي اقول لك اليوم وزاره التربيه وزاره بائسه، عباره عن وزاره عن مكتب بريد بين المحافظات وبين وزاره الماليه. للأسف طبعاً إحنا على مر أكثر من 1.5 شهر طبعاً سبقت هذا الاعتصام يا أستاذنا العزيز، على مر أكثر من 1.5 شهر إحنا رحنا لبغداد، التقينا بعدة نواب، التقينا بنائب رئيس البرلمان، التقينا بالمستشار الخاص للسيد السوداني، التقينا بالمستشار الخاص للسيد وزير التربية، التقينا بوكيل وزير التربية أكثر من 10 مرات. مطالبنا واضحة وصريحة كوضوح الشمس، التثبيت على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات، وهذا قرار مركزي لجميع وزارات الدولة واستفادت منه جميع وزارات الدولة، وهذا حق للمتعاقد. والله العظيم الطلاب قاموا تبطل من المتوسط وتبطل الإعدادي، ما يداوم يشوف المدرس مالته والمعلم هو بالمجان، ما إلا مستقبل، مستقبله مجهول. زين شلون هو راح اليوم؟ شلون هو يريد ينظر المستقبل للبعيد؟ إذا أنا المدرس مالتك والمعلم كل شيء ما محصل، ما عنده حقوق، كيف الطالب اليوم؟ هذا الطالب اليوم مع كل الأسف خلي الحكومة تعي وتفكر وتقول تبني اليوم كثير، خصوصا الابتدائية، من تدخل لابو الابتدائي هذا طفل اليوم تنشأ، اليوم تربية وتعليم، احنا بالمدرسة تربية وتعليم، لازم تعلمه تربيه تعرفه شنو، تعلمه على كل شيء. لذلك مو يباوع للمدرس مالته والمعلم قاعد بالشارع، يفتح عينه يشوف المعلم مالته والمدرس يشوفه قاعد يظهر بالشارع، هذا ابو الاول ابتدائي ايش راح يترسخ بالابتدائي؟ شنو اللي راح يصير الانطباع اللي باله؟ شنو الفكره؟ مو لازم ابني انا اساس، الاساس لازم ابني قوي.
لذلك احنا اليوم اساس بلدان العالم هي التربيه والتعليم، بس بالعراق هدمتوها من 2003 لحد الان ما خليتوه لا تربيه ولا تعليم ولا قيمه للمدرس والمعلم. هذه الجموع هي جاءت من اجل الحقوق، وحقوقها جدا بسيطه يا استاذنا المحترم. للاسف اليوم اكو ايادي اثيمه ومخطط لتدمير القطاع التربوي. هذه الشريحه اليوم المدارس نشوفها خاليه من هذه القامات التربويه من الاداريين والمحاضرين. للاسف هذا السيناريو هو مخطط لتدمير الواقع التربوي. مره دمروا الواقع التربوي بتهديم المدارس ونقص في المدارس والقرطاسيه والى غيرها، ومره اخرى يحاربون هذه الشرائح اللي هي من اهم الشرائح واللي هي حاضرت بالمجان واللي انطت طوال سنوات، يعني سنوات اللي مرت في منعطفات خطيره على البلد، مره داعش، مره الجائحه، مره غيرها، هم قالوا على نفسهم وبقوا في مدارسهم. اليوم احنا متضامنين، اليوم اكو هناك نخب اجتماعيه متضامنه مع هذه الشريحه. هذه الايادي الاثيمه يجب ان تقطع، اللي جاي تحاربهم واللي جاي تقف حجر عثره في امام حقوقهم. للاسف اليوم نشوف صمت رهيب من قبل مركز القرار حول حقوقهم. اليوم اليوم احنا نلاحظ اليوم السيل من الاموال من الفساد. شنو اليوم يعني مقارنه بانه اعطاء حقوق لهذه الشريحه؟ هذه الشريحه اعطت وقدمت الكثير، وجاء الدور وحان قطوف ثمار دورهم وتعبهم وجهدهم لسنوات طوال. المحاضر بالمجان، مركز القرار، عليكم في الساعات القادمه حلحله امورهم، والا اليوم نشوفهم ولسان حالهم يقول ما عندنا تراجع احنا. ما راح يتراجعون عن مطالبهم، هذه هي اخر شراره واخر يعني صرخه، اطلاق الصرخه في صدورهم. حقوقهم والحقوق تؤخذ ولا تعطى. مجلس الوزراء، اعضاء مجلس النواب المحليين وكل العراق، عليكم اليوم بحلحله واقرار قانون وايجاد فقرات ماليه ملزمه بدفع وتثبيت حقوق هؤلاء الناس المحترمه، هؤلاء الشرائح اللي هي قدمت وضحت. انا اليوم لمن اروح؟ اليوم صلاحيتك يا وزير التربيه، اليوم هذا عملك، هذا عملك، وانت مجبر ايضا، مجبر ان تقوم وتؤدي واجبك، مجبر بالقوانين طبعا. قوانين الدوله تقول رئيس الوحده هو المسؤول عن العامل والموظف والمعلم والمدرس. انا اليوم ما لمن اروح ان التجي لوزير الصناعه مثلا، لو اروح لوزير الزراعه. اليوم انت وزير التربيه هذا عملك، المدارس تستباح وتضرب ومشاكل عده، يا اخي ابدي حلحل القضيه. ابدي من المحاضرين الكوادر، اليوم 80% العاملين في وزاره التربيه هم حاجه فعليه وشايلين التربيه على رؤوسهم. احنا مو مجانيين يا اخي، احنا هسه حاليا، سابقا كنا مجانيين. احمد ربك وشكره احنا اجينا اليوم، انت اجيت للوزاره لقيتنا متعاقدين وعلى قرار 315. انتهز هذه الفرصه، انتهز هذه الفرصه وثبتنا. سواء من رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه او اعضاء البرلمان او المحافظين او كل هم من وصلوا في اماكن في الدوله او اخذوا مناصب، لولا المعلم والمدرس لما وصلوا الى هذه المناصب، بالاضافه الى القاضي والطبيب وكل كل المجتمع هو يحتاج المعلم والمدرس. لكن للأسف منذ سنوات، وليس من اليوم، منذ سنوات، وحتى من هم على الملاك الدائم تعرضوا للتهميش أسوة بباقي الوزارات، سواء بالحقوق التي سلبت من الأراضي ومن الحقوق ومن الترفيعات من هم على الملاك الدائم. اليوم هي قضية ظلم الكبيرة جدا لقضية المحاضرين الذين هم خدموا بالمجان وكانوا يتأملوا خيرا بالحكومات السابقة ولم يحصلوا على شيء، وكان الأمل الكبير بهذه الحكومة الجديدة، ومن المفترض أن تثبت يعني وجودها بأول قضية، قضية الخدمات وأيضا قضية المحاضرين لأنها مهمة جدا وهي أساس المجتمع. للأسف أنه اليوم نحن نتصور ونثبت على هذا الشيء أنه هنالك خطة مبرمجة لي إفشال العملية التربوية في العراق. كيف؟ من خلال ما نشاهده اليوم ومنذ 4 أيام
وايضا في السنوات السابقه وقبل تشكيل الحكومه اغلقت المدارس الحكوميه، والسبب الاغلاق لان المدارس الحكوميه هي معتمده ما يقارب 80%، حتى ما يكون مبالغه، هي معتمده على الاخوه المحاضرين وايضا الاداريين. لكن من الجهه المقابله تجد انه المدارس الاهليه التي هي في بعض الاحيان والاكثرها هي تتبع او تكون تابعه لاعضاء بالحكومه او منتسبين بالحكومه، او حتى تكون يعني هنالك ناس واصله بالحكومه ولديها اموال فتحت هذه المشاريع الاستثماريه. مليون بالشهر، يعني هذول ربهم ما حد نازلين من السماء، هذول من قطر السماء نازلين. وهاي الشباب تعبت وملت، ملت والله، ملت ارواحتها. يعني هسه تسوى لك انت شعب هذا نايم بالشارع صار اربعة ايام ما صحيت على نفسك؟ عليهم تسوي اجتماعات وعليهم قاعد وعليهم، والله العظيم يا هذول مو حكومه، هذول لا حكومه وحراميه من بوق هذا القرن اللي بكتوه. القرن لا سامعين احنا قبل بالمليار، ولا سامعين هذا التلريو من عيل الاهل، من حتى الوحش هسه، حتى الوحش هاي المفترسه بالساحات ماكو غابات، من القلة فريسه، من ياكل يشبع يعوفها لربعه. هسه انتم كافي، ما شبعتوا؟ ترى البنوك مال الدول بالمليارات العراقيه، ايران عايشه بسدكم، لبنان عايشه بسدكم، مصر عايشه بسدكم، كل الدول عايشه بسدكم. زين هذا الشعب ما له حق؟ كافي سووا لها حد، والله يثور عليكم الشعب ما يخليكم مكانكم. بس هم امتانيكم هسه يردون يشوفون تاليتكم. ترى هاي الشباب، هاي الشباب لا طقت ارواحتها ما تعوفكم، والله تزحلكم تكون بقوانا وبشط كلكم، من رئيس الجمهوريه الى رئيس الوزراء الى هاي الحثالات، كلها هاي حثالات وكلها بدون شهايد، كلها من سوق مريده شهايدها، كلها مزوره. هذا الكاظمي من كان شهاده ما عنده، كلهم ما عندهم شهايد. هو هذا السوداني، هذا كان محافظ البصره، دمر البصره سوالهم. اي عند بنتي وياهم، وهم ولدي، كلهم هم ولدي، ما افرق انا بيهم. انا من صارت حتى البغداد رحت وياهم، وين ما رحت. بس عيب عليهم، يعني هاي الشعب سووا له شاره، سووا له شاره، يعني هذا هاي الشباب شنو ذنبها؟ يعني هسه المدارس معزله، مكان ما عندهم، هسه هنا قاعدين، مو عيب؟ يعني هسه ما تشوفهم انت؟ عمى عيونك بهن عمى اسود؟ تنوع عليهم، تنوع شنو الحقاره هاي والنذاله؟ مغلسين عن هالوادم هذه بالتربزيان. انت نايم ومعزز مكرم انت وشعبك وولدك، هذول ربعك الحاشيه، وهاي الشباب بالليل الذاري والتراب البارد عليهم، عيب عليكم سووا لهم شاره. كافي كافي، مدارس تايهه، معزله المدارس. هو الاعتماد كله هسه على التربوي، كله الاعتماد على التربوي. لأماكم ليش تخلون جامعات؟ ليش تخلون كليات؟ عزلوها كلها وخلوها همج، هم بس يفيتهم، بس الهمج يفيتهم، ما دارس ولا كاتب ولا قاري، هذول يفيتهم حتى يخلونا على القد. هسه كافي، هم خليهم يسوون لهم حد. وعود كاذبه بكاذبه من قبل السياسيين الفاسدين. زين احنا باقي الوزارات ثبتوهم وطوا قرار تثبيت لهم، يعني لماذا هذا التهميش الى وزاره التربيه؟ يعني اقل واحد عنده 4 سنوات وخمس سنوات مجاني. هسه بالنسبه لهم هم السياسيين، يعني يقدر يخدم هذا الشعب والبلد هذا خدمه شهر مجاني؟ فاحنا بالنسبه لنا باقين وثابتين الاضراب العام وسد مديريات التربيه في كل العراق و
والإضراب عن الدوام لحين تثبيت مطالب المحاضرين والإداريين. زين هم هسه قاعد يطلعون سرقة القرن وقاعد يعرضوها أمام الملأ. زين هاي سرقة القرن أنت من طلعتها مرتين يا رئيس الوزراء يا محمد الشياع السوداني، ربع من هاي ربع من سرقة القرن هي كافية للمحاضرين والإداريين. إذن هاي المماطلة ليش؟ إذن المستهدف الأول والأخير هو مو المحاضر والإداري، إنما هو هدم العملية التعليمية والتربوية في العراق. أنت بهذه الأيام الإضراب العام من يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسوف يتم هذا الإضراب لحين تحقيق المطالب. لو أولادهم موجودين بالمدارس والفوضى موجودة بساحات المدارس، أولادهم موجودين ماكو تعليم ماكو تربية، كان بقوا هم بالنسبة لهم لحد الآن هاي المماطلة؟ ما دام أكو وفرة مالية توفر الوفرة المالية، زين أنت ليش ما تثبت المحاضرين والإداريين؟ يعني هم قاعد يستجدون من عندك لو بلدهم هذا، يعني خيرات البلد يتمتع بيها بعض الشعوب العربية ودول الاستكبار، وانت شعبك تبخل عليه أن تعطيه، تريده يدرس بالمجاني ويخدم بالمجاني. انت بالنسبة لك يا محمد الشياع السوداني، انت تتبرع مثل ما تبرعوا ذول الإداريين والمحاضرين بهاي الفترة مالتك اللي طوقها سنة زمان؟ هم من 2012 وقسم من 2017 اللي ما عنده خدمة عنده ثلاث سنوات أو أربعة خدمة مجاني، تقدر أنت تقول أنا هاي هسه بالنسبة لي الدورة مالتي وطنية، أنا وطني، تتبرع بيها مجاني لشعبك ولبلدك أسوة بالمحاضرين والإداريين؟ تبرع هاي السنة اللي موجود بها أنت، أخدم بلدك وأخدم شعبك مجاني، وإحنا نرجع المدارس. القاضي لم يصبح قاضيا إلا على يد المعلم، والطبيب لم يصبح طبيبا إلا على يد المعلم، فالمعلم له مكانة مرموقة في المجتمع لأنه ينتشل المجتمع من الظلام إلى النور. وكما قال الشاعر الشعبي: لو من ذهب صغناك للأمة تمثال، ما نوفلك هيهات يا مربي الأجيال. نناشد الحكومة باسم الإنسانية بإنصاف هذه الشريحة التي عانت ما عانت لسنوات طويلة، لعشر سنوات و12 سنة، أنا كما أبسط مثال محاضر ل14 عام متتالية لم يتم إنصافي عدة مرات في عين التثبيت. أما الآن نطالب الحكومة المركزية ووزارة التربية متمثلة بالوزير التربية بإنصاف هذه الشريحة المظلومة والتثبيت على الملاك الدائم. نطالب نحن المحاضرين في محافظة الديوانية بإنصافنا وتثبيتنا على الملاك الدائم أسوة بإخواننا العقود في بقية الوزارات، وتحويلنا من عقد 315 إلى قرار التثبيت. ونحن مدارسنا هنا في محافظة الديوانية تعاني من نقص، وقد سعينا في السنوات على سد الشواغل. سنين من عالم كبار في سبيل وسط الحكومة، الشهادات العليا ايش قصار لهم؟